هي النهارده احنا بنتكلم بقالنا 5 سنين على موضوع التمهيد. انا بشكر طبعا سياده الوزير على المبادره الطيبه كلكم معاكم صوت؟ لا مع الساده الزملاء النهارده نشوف باذن الله الطريقه المثلى زي ما قلنا. سياده الوزير قال ان هو بيتكلم على سلامه المواطن في دخول الملاعب النهارده باذن الله ربنا وفقنا ونصر الحلول اللي هتخلينا نتحرك خلال الموسم القادم باذن الله، لانه الموضوع بقى يعني شكله ما عادش مناسب للملاعب المغلقه. والنهارده وجود كل الاجهزه التنفيذيه في الدوله في هذا الاجتماع اعتقد باذن الله هنوصل بحلول ايجابيه لعوده الجماهير ومش هنضيع وقت السادة عن الدقاء العام.